انا النهارده مبسوطه قوي ان انا بزف خبر حلو ولذيذ، وادين كتير كانوا بيتابعوه قاعدين على النت وعلى الفيس. هو اطلاق القمر الصناعي طيبه واحد تم اطلاقه يوم الثلاثاء اللي فات الساعه 11:22 دقيقه مساء بالظبط بالتحديد في مدينه كورو بالقرب من اقليم جويانا الفرنسي في امريكا الجنوبيه. على فكره يا رانيا الموضوع ده هيعمل طفره كبيره جدا في مجال التكنولوجيا والمعلومات في مصر، ومش بس في مصر، ده مصر وبعض دول حوض النيل وافريقيا، فهتعمل طفره كبيره جدا وفرق كبير في مصر في كذا حاجه في كذا مجال. انا مبسوطه جدا. وانا كمان. اللذيذ في القمر الصناعي دوت ان طيبه واحد انطلق بعد مرتين اتأجلت محاولة إطلاقه لظروف أو أعطال فنية، وتم وضعه بنجاح في المسار المخصص به على بعد 36 كيلو من الأرض. دي حاجة تتحسب لمصر وحاجة تخلينا كلنا نتشرف إنها حصلت منها عندنا، وخاصة إن هو مش هيخدم مصر بس، ده هيخدم مصر وحوض دول حوض النيل ودول شمال أفريقيا كلها. هيوفر معانا سرعة الإنترنت وهيساعدنا كتير في إن احنا نكافح الإرهاب وننمي المناطق النية زي شمال سيناء. وندخل على الخبر الثاني. قبل ما ندخل على الخبر الثاني، احنا قبل منها كنا فاتحين انفاق فوق الارض واقمار في السماء وحاجات في البحر، احنا بنتوسع في كل الاماكن وكل المجالات ان شاء الله، وعلى طول يا رب تحيا مصر يا رب.